بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم. مشاهدين الكرام، بنرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج المسابقات نورت يا رمضان. إحنا اليوم في منطقة الياسمين، وهي المنطقة الرائعة بأهلها وناسها وجمهورها يحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم رح نعرف مين رح يجاوب على سؤالنا ومين رح يفوز. إحنا رح اليوم طبعا رح نربح كل الناس، سواء كان جاوب على السؤال أو ما جاوب على السؤال، ولكن بهمنا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونشوف مين أول المشاركين معنا في هذا البرنامج، ونشوف مين راح يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم شباب. عليكم السلام يا هلا. يعطيكم العافية شباب. الله يعافيك يا رب. كيف حالكم؟ تمام الحمد لله. كيف رمضان معكم؟ لا مية مية. تمام؟ طيب وين صلت التراويح اليوم؟ اليوم بالفراج بنعور. ما شاء الله عليكم، شو جايين تسووا؟ والله جايين نصوم من عند وصاله. يلا صحة وعافية. طيب احنا برنامج مسابقات، بصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ربحوا هدية. عليه الصلاة والسلام. صليت على النبي ربح معنا هدية من عند ابو صالح ضيف المجال. سلم عليك، كل عام وانت بخير. وانت بخير. اللهم صل على سيدنا محمد. تروح معنا نفس الهدية. نفس الهدية يا باي. طيب هسه بربح كمان هدية. ايش فيها؟ لا لا، في سؤال. سؤالنا بيحكي انه في دول بدك تعطيني اسماء دولتين او ثلاث دول ما في بعلمهم علامة دول ما في لون لا احمر ولا اسود. لازم دول عربية. يفضل دول عربية. لا أحمر. لا دول عربية نعم. لا أحمر ولا أسود. عندك العراق فيها. صحيح. عندك سعودية. سعودية. صح. ولبنان فيها أحمر. فيها أحمر مصر. أخيرا في ما عنده. طب أنتوا شو تخصصكم؟ إحنا إدارة أعمال. ما شاء الله عليك. صلوا على النبي دائما. عليه الصلاة والسلام. نصلي التراويح ان شاء الله. قرآن كيف الامور تمام ان شاء الله. ماشي، احنا حابين نربحكم هديه من عند شركه تسبيح للسياحه والسفر والحج والعمره. بعطيكم هديه رحله العقبه لشخصين مع مبيت، كل اموركم تمام مع التسبيح تمام ان شاء الله. كل عام وانتم بخير. تفضلوا يا شباب. شكرا. وانت بالصحه. يعطيكم العافيه. شكرا لكم، كل عام وانتم بخير. اذا احنا ننتقل الان لمتسابق جديد ونشوف مين راح يعرف اسماء الدول العربيه اللي ما فيها لا لون احمر ولا فيها لون اسود. شكرا شباب، يعطيكم العافيه. السلام عليكم. طيب ومعنا متسابق جديد، بنتعرف عليك يا طيب. حمزه حسونه. سيد حمزه كيف حالك؟ والله الحمد لله تمام. الله يسلمك. امورك تمام؟ الحمد لله رب العالمين. رمضان معك؟ والله الحمد لله هنا كويس. وين صليت التراويح اليوم؟ صلينا في الجامع جنب البيت، مسجد ابو حسان. الله يتقبل ان شاء الله. منه ومنك. كيف تصلي عند ابو حسان؟ بصلي يعني اربعه هيك. وين وصلت في القران اليوم؟ والله يعني لسه ماشي بالجزء الخامس. استحالنا شوي ان شاء الله. اواخر العشر الاواخر بحاول اشد الهم ان شاء الله. طيب احنا برنامج مسابقات، بيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ربحوا هديه. اللهم صل عليك يا نبي. ربحت معنا هديه عند ابو صالح. هديه جميله. سلم ايديك يا رب وعلى عم ابو صالح وانت بألف خير يا رب. عندنا سؤال اذا جاوب عليه نعطيك كمان هديه. اسال يا سيدي. سؤال حلقتنا اليوم، بدنا اعلام دول عربيه ما فيها لون لا احمر ولا اسود. لا احمر ولا اسود. لا احمر ولا اسود. السعودية كونها جنبنا بس أخضر هي، ولا أحمر ولا أسود، وقطر يعني استنى، لا أحمر ولا أسود. لبنان فيها. أنا بدي ثلاث دول. نطلع الدول. لبنان فيها، مصر فيها، عكس قطر البحرين العلم قريب. أيوه تمام. إيش اللون البحرين العلم تاعهم؟ اللي هو بني وأبيض. إحنا قلنا بني ولا عنابي؟ عنابي تقريبا. قطر عنابي. هم مثل البحرين شو لونهم؟ حيرتني انت هيك. احنا بتقولنا بدناش لا احمر ولا اسود. يلا يا طيب هيك اذا ايش صح؟ سعوديه ولو قلنا لا احمر ولا اسود السعوديه وقطر صح. يلا السعودية. بدي كمان واحد عشان اروحك جاهز. والله كمان دوله لا احمر. طيب انت شو ليبيا؟ العالم الجديد مليان احمر واسود. لا مليان. طيب احنا بدنا نربحك هديه. ربحنا بس بتعطينا معلومه من تخصصك. معلومه من تخصصك. انا تخصصي صيانه سيارات. اعطينا اي معلومه مهمه للجمهور للناس. اي معلومه مهمه للناس. معلومه مهمه للناس لانه الواحد يشيك على سيارته اول باول، ما يسمع اي كلمه يعني بسمعها من
من اي واحد يعني ما يرد على كلام الناس كثير، يتاكد قبل ما يشتغل شغله ويحافظ على سيارته اول باول، كونه احنا صيف شتاء يعني قبل الصيف يعملها سيرفس وبعد الصيف يعملها سيرفس وبس. طيب ممتاز، شكرا لك سيدي، يعطيك العافيه. تربح معنا هديه من مطاعم الدار دارك. الله بوفيه. تمام. وهي بركه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ايام الفضيله، وانك تصلي تراويح انت ما شاء الله عليك. ان شاء الله كل عام تبارك وانت بالف خير. يسلم ايدك الله يعطيك العافيه. ومن اخونا الكريم المهندس الكهربائي ننتقل لمتسابق جديد ونشوف يا محمد مين راح يربح معنا. هات محمد يلا. اذا مشاهدينا الكرام مستمرين معكم ومعنا متسابق جديد. اتعرف عليك. علاء. كيفك يا علاء؟ تمام الحمد لله. شو بتشتغل حضرتك؟ بدرس توجيهي. توجيهي الله يوفقك يا رب. امين. ادعوا له يا جماعه، ادعوا له. اولنا بالله عليكم. اول مملكه ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. شو التخصص؟ ادبي. يلا موفق ان شاء الله يا علاء. امين يا رب. صليت ترويح اليوم؟ 100% من الجامع جاي. والله. والله. طازه لسه. يعني امور لمنيه. الله يتقبل ان شاء الله. كم ركعه صليتوا؟ اي مسجد؟ جامع ابو حسان صليت كامله 11 واحد 11 ركعه. ما شاء الله. وين وصلت في القران يا صديقي؟ وين وصلت؟ ختمنا اول جزء. ما شاء الله ختمت اول جزء. كثير يعني. طيب ممتاز. يعني انت بواقع كل يوم صفحه برمضان ان شاء الله. كل يوم صفحه ان شاء الله. يوم جزء توجيهي يعني ان شاء الله انه يعني قبل الصلاه ونشد الهمه وبركه القران الكريم ان شاء الله. واحنا برنامج مسابقات اللي بيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ربحه هديه. تمام تمام. صليت على النبي. اللهم صل على النبي. هديه من عند الرساله. انت يعني سؤال حلقتنا اليوم بيحكي بدنا اسماء ثلاث دول عربيه ما فيها لا لون لا احمر ولا ابيض. لا احمر ولا ابيض. لا بدي اعدل السؤال. بدنا اسماء ثلاث دول عربيه ما فيها لا احمر ولا اسود. لا احمر ولا اسود. اللهم صل على سيدنا محمد. اللي هي البحرين. مزبوط. البحرين شو علمهم؟ اللي هو البحرين اللي هو ابيض. تمام. واخضر. وايش برضه كمان؟ اذا البحرين اخضر اذا ما مشي. البحرين غير البحرين شو في عندك دول؟ السعودية. صح. لونها أخضر. والنجمة هاي البيضة تاعتهم. هي مش نجمة اللي هي خلاص. ماشي. و صلى محمد. قطر. قطر صح. السعودية صح. يلا اعطيني الدولة الثالثة عشان أربحك هدية. طب إجابات خيارات. خيارات. طيب نعطيك خيارات يعني مثلا موريتانيا، جيبوتي، الصومال. موريتانيا هاي تاتكو. موريتانيا. اه شو على موريتانيا؟ اعطيني لون واحد بس على موريتانيا. ضرب ما اعرفش. يلا ماري. طيب اخونا الكريم بنربحك هديه احنا معنا. على كل حال تربح معنا باكج قهوه مقدم من الجنيدي. الله يوفقك بتوجيهي. امين يا رب. ودائما نصلي التراويح ودائما نقرا القران 100%. وان شاء الله انه يعني تكون من الاوائل على المملكه. امين يا رب. يلا. كيف حالك؟ تمام كل عام وانت بخير. يعطيك العافيه. الله يعافي عمرك. امورك بخير؟ تمام الحمد لله. تعرف عليك بسرعه. علاء عاشور. يا سيد علاء صلي على النبي دائما. اللهم صل على سيدنا محمد. صلي على النبي بنربح معنا هديه. وانت بخير. وين صليت العشاء اليوم؟ بجامع نابلس. يا سلام. جامع نابلس. ان شاء الله بنفس المره الجايه. ان شاء الله يا رب. كان فيكم مسابقات اليوم الجامعة صح؟ تمام صح؟ تمام بس ما لحقتش. الله يعطيك العافية. الله يعطيك. احنا بصلنا النبي بنربحه هدية. في عنا سؤال حلقة اليوم بيحكي بدنا دولة أسماء ثلاث دول عربية ما في بلون علمهم لا لون لا أحمر ولا أسود. السعودية. تمام. الصومال. البحرين. البحرين شو لون علمهم؟ الخمري. خمري وأبيض او البنفسجي والابيض. طيب صدق انا بدي ارب على البحرين مش احمر. البحرين ايش لون علمهم؟ لون علمهم الابيض وال البنفسجي العنابي. العنابي وين بروح؟ لا لا قطر. قطر عفوا. قطر. قطر 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 صح. قطر. والبحرين شو لون علمهم؟ والبحرين لون علمهم الاحمر والابيض. اذا البحرين مش البحرين صح. قطر والسعوديه والصومال. اجابتك صحيحه صح. وانت اليوم ربحت معنا جائزه السؤال. واخيرا لقينا واحد بيعرف. ابو عاشور عرف اسماء ثلاث دول عربيه ما في علمهم لا لون لا اسود ولا لون احمر اللي هم السعوديه قطر والصومال. والصومال يا عيني عليك. وربحت معنا هديه باكج قهوه مقدم من الجنيدي. اعطيني يا محمد.
وانت بخير. وانت بالخير ان شاء الله. بركه صناع النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا. وبركه العشر الاواخر. الحمد لله. كل عام وانت بخير. وانت بالخير ان شاء الله. شكرا لك. شكرا لك. ومع اخونا الكريم يكون وصلنا لنهايه حلقتنا لهذا اليوم، وانتم كمان مشاهدي الكرام ما تنسوا صلاه النبي صلى الله عليه وسلم، وما تنسوا الدعاء بالعشر الاواخر. اللهم انك عفو كريم، تحب العفو فاعف عنا يا كريم.